هذه النفايات المكدسة هي في عقار خاص في بلدة شقرة الجنوبية، يجري استعماله منذ سنوات مكبا عشوائيا من دون حسيب ولا رقيب. هالمشهد بيأكد مدى تواطؤ بلدية شقرة مع اتحاد البلديات بهذا المستوى من الممارسات، بأنه فرد على فاتح على حسابه بينقل نفايات من معظم قرى منطقة بنت جبال. البلدية عم تهمل هذا الموضوع، ما بعرف شو الأسباب اللي وراء هذا المسألة. يعني اتحاد البلديات مفترض أنه يأمن لمنطقة بنت جبال مكب صحي. الفضيحة الأكبر عدا وجود هذا الكم الهائل من النفايات هي احتواؤها على نفايات طبية، والمسؤولية تقع على شقيق شرطي البلدية المدعو وسام نصار الذي استعمل عقارا للمختار السابق حسن سلمان. أساس القصة من شي 5 سنين إجا هذا اسمه وسام عفيف نصار، قال لي بدي هيك مسرح صغير بس اعرف فيها الألمنيوم لحال، الحديد لحال، تنك في تهديد للسلام العامة، وبنفس الوقت انه هذه النفايات بتضم فضلات مستشفيات، يعني في سرنكات، في ادويه، في علب ادويه بعد الحبوب بقلبها. البيئه ملوثه، وهذا الانسان صار محكي اكثر من مره مطلوب انه البلديه تعالج هذا الموضوع، ولكن ما في علاج. شو كان ردهم البلديه؟ قال ان شاء الله خير، لكن قبل منها صار في حكي بهذا الموضوع، ولكن لا حياه لمن تنادي. قبل اخذ موقف البلديه السابقه والحاليه اضافه لراي صاحب العقار، لابد من التطرق الى وجود معمل للفرز في البلده كان قد افتتح وجرى تشغيله قبل اكثر من 10 سنوات، الا انه تحول الى مكب عشوائي تحرق فيه النفايات. كان عم يشتغل هذا المعمل بالفرز وب تدوير النفايات لحد انه سماد وترب الى ما هنالك، وكان في مردود يعني بانتاجيته لصندوق البلديه. قبل ما يجي هذا التحالف كان في صراع بين حركه امل وبين حزب الله، فلما نستلم حزب الله فعلا همل المعمل. مرت على البلديه ولايتان والمعمل على حاله من دون محاوله لاعاده تشغيله، كما وجرى افتتاح هذا المكب العشوائي في عهد البلدية السابقة. غدا ما رد رئيس البلدية السابق وما تعليق المختار حسن سلمان صاحب العقار. هناك تبين أنه لا، في نفايات اللي عم تنكب كبيرة.